نعم. معانا نادية العوض من واد حامد. مرحبا يا نادية. الو الو مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. الله اكرم. اتفضل يا نادية. معك مع جلاوه. مرحبا بك يا نادية، تفضلي. عندي سؤال للشيخ. نعم تفضل. عندي اختي عندي اختي حالفه مش تطلع الجنسيه. حالفه تصل تطلع الجنسيه، يعني انها قال لها لا تحلف، هي حالفه انها قالها موجود في الشهاده بتاعت الميلاد، وشهاده الميلاد قال لها هي ما عارفه انها موجود في سنه كام. لازم مشت للدكتور قالت له انا جاءتها شهاده تقديريه. حلفت على اساس انها شهاده تقديريه. سامع. نعم. فمن جات في البيت قالوا لها انت لا ما هنا قامت هي اللي قالت نتيجه انها ما مولود السنه يعني السنه دي. سامع. في الحاله السيشن. ما فيها حاجه، ما هو طبعا الزول عندنا خلاص سؤالي. نعم. خلاص بدنا. نعم. هو طبعا الزول اي زول مواليد في الداية اول ما تشيل الشهاده من اهل اهل المولود ولدكم ده حيسموه منو بنتكم منو، يقوموا يكتبوا لها الطلب وكده. تمشي للمركز الصحي تطلع شهاده الميلاد وتجيبها للاسره يحتفظوا بها. مرات تقوم الشهاده تضيع والزول يكبر ودال يعمل اجراءات بتاع الشهاده امتحان ولا شيء، يقول له جيب شهاده الجنسيه. ما عندي شهاده الجنسيه. يمشي للقمسيون الطبي يقدر يجيب قدام الدكتور يقدر العمر بتاعه. والعمر ده مرات يصادف صحيح زي ما جه في الميلاد وقد يكون مؤخر او مقدم. ما في وشي دي مشاهده معتمده. التقدير الدكتور والقمسيون الطبي تقدير صحيح معتمد سواء كان جه مضبوط لتاريخ الميلاد او مؤخر او مقدم، شهاده معتمده. تقدمها تسري محل تحل محل شهاده الميلاد الحقيقيه. نعم. ما فيها حاجه، الناس اللي قالوا لك الكلام ده ما تغدي بيه. نعم، نحن نشكرك شيخنا على حسن الاجابه لمشاهدينا الكرام.